لمزيد من التفصيل ينضم إلي من مارسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير. خالد، بعد الترحيب بك مجددا، إذن المصادقة على تمديد عمر المحطات التي تعمل بالطاقة النووية إلى 60 عاما، كيف يقرأ المراقب الفرنسي ذلك؟ ماذا يعني ذلك لفرنسا اليوم؟ وهل له علاقة هذا الموضوع بالعمليات العسكرية في أوكرانيا؟ نعم رعد، بالطبع غيرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ترتيبات الحكومة الفرنسية وسياسات الحكومة الفرنسية الحالية والحكومات الفرنسية السابقة منذ عهد فرانسوا أولاند الرئيس الفرنسي السابق. كانت هناك يعني سياسات تستهدف تقليل وترشيد بعض من النفقات في هذا الجانب لاحترام المناخ وغيرها من السياسات في مجال الطاقة. مجلس الخاص للسياسة النووية اجتمع بقصر الإليزي برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحضور رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ووزيرة الطاقة أنياس باني روناشي للبحث المضي قدما على المسار الصحيح حسب بيان الإليزي، في محاولة لإحداث استقلال لقطاع الطاقة، هذا الاستقلال الذي تريده الحكومة الفرنسية. وبدأت بالفعل سياسة الحكومة الفرنسية بالاعتماد على تنويع مصادر الطاقة. من المعروف أن فرنسا لا تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الروسي، ولكنها تعتمد بصورة كبيرة جدا على المفاعلات النووية 56 والتي حدث بها الكثير من الأعطاب والمشاكل، وكانت بسبب هذه الأعطاب كانت الحكومة الفرنسية مهددة لانقطاعات في قطاع الكهرباء. ولكن بفضل ترشيد الفرنسيين وأيضا الشركات الفرنسية لاستهلاك الطاقة، حتى هذه اللحظة لم يتم حدوث انقطاعات في هذا القطاع. ولكن ناقوس الخطر دقة، ولهذا الحكومة الفرنسية الآن تقوم بعمل هذه الاجتماعات. وبصفة خاصة أن كان هناك في الأيام القليلة الماضية مشروع هذا القانون كان تم التصويت عليه في قراءة الأولى قبل عرضه على مجلس الشيوخ الفرنسي، ثم عودته مرة أخرى للبرلمان الفرنسي لإقراره. بناء 6 مفاعلات نووية جديدة بحلول 2030، وأيضا هذا العام 2023 يبدو عام حاسم، حيث أن الطاقة النووية الفرنسية وبصفة خاصة بعد دخول بعض من المفاعلات النووية التي كانت بها عطب إلى العمل مرة أخرى، تحاول الحكومة الفرنسية من خلالها تقليل التخلص عفوا من يعني الوقود الأحفوري وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. الحكومة الفرنسية تستهدف الحصول على 50 جيجا وات، ومن المعروف أنها شهدت أدنى مستوى لها في 2021. رعد، إذن الحكومة الفرنسية بتحاول السباق مع الوقت وإصلاح كل القرارات. نعم التي خالد يعني هذا التفصيل أشكرك عليه. طبعا التفصيل بوجود محطات نووية جديدة تبنى بالإضافة إلى المحطات الحالية ومحاولة رفع عمر المحطة النووية إلى 60 عاما. لو تضعنا في تفصيل أدق ربما خالد، يعني واقع الطاقة المخزونة إن صح التعبير لدى فرنسا اليوم، هل هنالك من حديث حولها؟ الحقيقة يعني رعد، فيما يخص الغاز المخازن الفرنسية ليس هناك أي مشكلة، وبصفة خاصة أن فرنسا تملك يعني محطات 4 محطات للغاز المسال، والمخازن مليئة بنسبة 100%، وهناك محطة 5 في ميناء لوهافر الفرنسي. فيما يخص الكهرباء بالفعل كانت هناك مشاكل كبيرة جدا، استطاعت الحكومة الفرنسية من خلال يعني إرشاد الفرنسيين أو الرهان
على الفرنسيين وعلى الشركات الفرنسية بالتقليل من الاستهلاك، جاء هذا أو صب هذا طبعا في مصلحة الحكومة الفرنسية بعد توقف بعض من الشركات التي تستخدم الكثير من الكهرباء، وبصفة خاصة أن هناك محطات كبيرة جدا كانت يعني لا يتم صيانتها وتم التوقف عنها. شركة الكهرباء EDF بدأت التعامل معها وبدأت هذه المحطات، فرنسا تملك 56 محطة كان فيها على الأقل 30 محطة كان فيها أعطال، الآن بعض من هذه المحطات بدأت تدخل في السوق. فرنسا تريد ما يسمى الاستقلال في مجال الطاقة، ولهذا نرى أن الحكومة الفرنسية الآن لا تبقى فقط في محاولات تصليح الأعطاب، ولكن في بناء مفاعلات نووية جديدة، وهذا يختلف تماما بسبب الحرب العالمية، الحرب الروسية الأوروبية أو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. والآن أصبحت الحكومة لا تستمع إلى أصوات الخضر، أحزاب الخضر أو الأحزاب اليسارية، والآن الحكومة الفرنسية ببناء هذه المفاعلات النووية، ستة مفاعلات. بعيدا إذن عن موضوع المفاعلات، وأنت ذكرت موضوع استماع الحكومة وعدم استماع الحكومة، خالد، هل هناك من تحديث حول الموقف الحكومي بشأن قانون التقاعد؟ وبالتأكيد هناك تحضيرات كما تفضلت في مداخلات سابقة لمظاهرات يوم الثلاثاء المقبل. نعم رعد، بالفعل كان هناك حديث تابعه الفرنسيين، وكان هذا الحديث لرئيسة الحكومة الفرنسية على القناة الفرنسية الثانية إليزابيث بورن، وضحت بعض من نقاط الخلاف. هناك حوالي 20,000 بند تريد المعارضة الفرنسية تغييرها، وهم في سباق مع الوقت. النقابات العمالية أعلنت عن أن هذه الاعتراضات ستكون الثلاثاء القادم، وفيها هناك إضرابات في مجال النقل والطاقة والتعليم وغيرها من المجالات، وهناك يعني احتجاجات أخرى أيضا السبت القادم في 11 فبراير. ولكن الجديد في الأمر أن هناك تصريح من النقابات العمالية، وهذا استجابة لطبعا طلب من وزير النقل الفرنسي، وزير الدولة للنقل كليمان بون، الذي طالب الجميع بعدم إحداث شلل أو إفساد أجازات نصف العام عن الفرنسيين. ولهذا سيكون هناك احتجاجات في 11، ولكن لن تكون هناك إضرابات فيما يخص وسائل النقل هنا في فرنسا، وبصفة خاصة في قطاع السكك الحديدية. ما زالت عمليات الشد والجذب ما بين الحكومة الفرنسية من ناحية، وهي مصممة على سن التقاعد 64 عام، ولن تحيد عنه حسب رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، مستمرة. وعملية لي الزراع من خلال الشارع التي تستخدمها النقابات العمالية والأحزاب اليسارية في فرنسا، وسنتابع طبعا هذه المسيرات وهذه الاحتجاجات. نعم بالتأكيد سنتابع معك خالد هذه التفاصيل أولا بأول، وربما التغيير الرئيسي في هذا الموضوع هو عدم إضراب يعني وسائل النقل يوم الثلاثاء المقبل. شكرا لك خالد شقير على وافر ما قدمت من إحداثات وتجديدات للأخبار التي لدينا. شكرا لك خالد.